عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو الجديد سأعطي درس ترتيب العمليات l'ordre et opération les مستوى السنة الثالثة إعدادي درس في مادة الجبر. إذا كنت منا قبل ما نبدأ الفيديو تشاركوا في القناة وتبارتاجيو مع معارفكم أصدقائكم مع الجميع لتعم الاستفادة. وقريبا سأعطي فيديو خاص بكيف تتهيأ للامتحان من الناحية المادة أو من ناحية الدراسة وكذلك من الناحية النفسية وكذلك بالنسبة لمعاملة الآباء أو أولياء الأمور بصفة عامة مع أبنائهم قبل يوم الفرض. إذن ساعدونا بترك إعجاب لايك وتركوا لنا تعليقاتكم وتساؤلاتكم واستفساراتكم سأجيب إن شاء الله وبحول الله إلى مع الجميع. إذن كبروا هذه القناة شاركوا معنا في القناة وشاركوها مع معارفكم مرة أخرى. شكرا ونبدأ على بركة الله. إذن عندنا الترتيب والفرق. إذن كيف ما سبق أن رأيتم لمقارنة عددين جذريين، الأعداد الجذرية هي الكتابة أو الأعداد التي تكتب كتابة كسرية. Ce sont les nombres fractionnaires en écriture fractionnaire, c'est-à-dire une fraction. Alors, on sait très bien, on peut rendre les nombres au même dénominateur et les comparer. Mais ici, pour les nombres réels en général, on n'a pas d'écriture fractionnaire parfois. C'est-à-dire, par exemple, comme l'exemple que j'ai donné, 2 plus racine carrée de 5 et moins 6 moins racine carrée de 3. Donc, ici, on n'est pas en écriture fractionnaire, donc on ne peut pas réduire au même dénominateur. Donc, on va calculer la différence. Pourquoi calculer la différence? Parce que on sait très bien que si on a une différence qui est négative, c'est-à-dire inférieure à 0, alors le premier terme est inférieur au deuxième. Donc, on commence. Calculant leur différence, c'est-à-dire la différence des deux nombres qu'on veut comparer. Moins 6 moins racine de 3, moins facteur 2 plus racine de 5, est égal à moins 6 moins racine de 3, moins 2 moins racine de 6, de 5 plutôt. Donc, نحسب فرقهما. ناقص 6 ناقص جد مربع 3 ناقص بين قوسين 2 زائد جد مربع 5. إذن تعطينا ناقص 6 ناقص جد مربع 3 ناقص 2 ناقص جد مربع 5. بعد إزالة القوس المسبوقة بالناقص ستغير إشارة جميع الحدود التي هي بداخل القوسين. إذن غتعطينا ناقص 8 ناقص 6 ناقص 2 هي ناقص 8 ثم ناقص جد المربع 5 ناقص جد المربع 3. إذن هذا العدد عدد سالب، لأن مجموع عدد أعداد سالبة هي ناقص 8 وناقص جد المربع 5 وناقص جد المربع 3 فهو عدد سالب. La somme des nombres négatifs est un nombre négatif. Donc la différence qu'on a calculée
des deux nombres, moins 6 moins racine de 3 et de 2 plus racine de 3 est un nombre négatif. Donc, puisque la différence est un nombre négatif, donc le premier terme qui est moins 6 moins racine de 3 inférieur à 2 plus racine de 5. Je n'ai le farq adet salib. إذن العدد ناقص 6 ناقص جذر مربع 3 أصغر من 2 زائد جذر مربع 5. كذلك إذا كانت عندنا هذا الفرق عدد سالب فإن العدد الأول أصغر من العدد الثاني. إذن القاعدة الأولى هي إذا كان أو بعددان حقيقيان دو نوب غيال كان لدينا A أصغر من B فإن A ناقص B أصغر من صفر عدد سالب. Si A est inférieur à B, alors A moins B est inférieur à 0. Et même la réciproque, si A moins B est inférieur à 0, alors A est inférieur à B. إذا كان فرق عددين سالب فإن العدد الأول A أصغر من العدد B. الآن إذا كان لدينا عددان حقيقيان دو نومبر غيال وإذا أضفنا لكلا طرفي المتفاوتة يعني on a ajouté aux deux membres de l'inégalité par exemple A inférieur à B on ajoute A plus C et B plus C on veut comparer ces nombres donc pour comparer ces deux nombres on va calculer leur différence. إذن ناقص 8 زائد جذر مربع 7 ناقص بين قوسين 12 زائد جذر مربع 7 هي ناقص 7 زائد جذر مربع 7 ناقص جذر مربع ناقص 12 ناقص جذر مربع 7 إذن هي ناقص 8 ناقص 12 زائد جذر مربع 7 ناقص جذر مربع 7 مجموع عددين متقابلين يساوي 0 غتبقى لنا ناقص 8 ناقص 12 هي ناقص 20 alors on a trouvé que la différence est égale à moins 20 إذن نلاحظوا بأن الفرق سالب غيعطينا بأن العدد الأول ناقص 8 زائد جذر مربع 7 أصغر من 12 زائد جذر مربع 7 إذن إلى لاحظتوا يمكن نقارنه بين ناقص 8 و 12 ناقص 8 أصغر من 12 وأضفنا العدد جذر مربع 7 لكلا الطرفين أعطتنا بأن ناقص 8 زائد جذر مربع 7 أصغر من 12 زائد جذر مربع 7 بحساب الفرق ولقينا بأن الخاصية صحيحة إذا أضفنا لكلا الطرفين متفاوتة نفس العدد فإننا نحصل على متفاوتة A زائد C أصغر من B زائد C. Si on ajoute aux deux membres de l'inégalité le nombre C, on aura A plus C est inférieur à A plus, B plus C. نفس الشيء بالنسبة للخاصية العكسية يعني إذا كان لدينا A زائد C أصغر من B زائد C فإن A أصغر من B هنا يمكننا تكون عندنا A زائد C أصغر من B زائد C ونضيف العدد ناقص C إذن غتعطينا A زائد C ناقص C أصغر من B زائد C ناقص C إذن مجموع عددين متقابلين يساوي صفر وبالتالي تعطينا A زائد C ناقص C هي A وأصغر من B زائد C ناقص C هي B إذن الخاصية العكسية كذلك صحيحة هنا عطيت للاحتوى نفس المثال في العربية والفرنسية باش ما يوقع لكم مشكل
باش تجيكم الشرح سهل بالنسبة للتلاميذ اللي كيدرسوا بالعربية واللي كيدرسوا بالفرنسية. إذا الآن نقارن العددين 7 زائد 5 على 3 وناقص 4 زائد 1 على 6. إذا لدينا ناقص 4 أصغر من 7، وهنا غنقارنوا بين 1 على 6 و 5 على 3. نوحدوا المقامات غتعطينا 5 في 2 على 3 في 2 تساوي 10 على 6. إذا كنلاحظوا بأن 1 على 6 أصغر من 10 على 6. إذا إلا جمعنا طرف بطرف، يعني ناقص 4 زائد 1 على 6 و 7 زائد 5 على 3، وغنشوفوا غنحسبوا الفرق. إذا نحسب فرقهما، ناقص 4 زائد 1 على 6 ناقص بين قوسين 7 زائد 5 على 3، فهي تساوي ناقص 4 زائد 1 على 6 ناقص 7 ناقص 5 على 3، لأن القوس هنا مسبوقة بناقص، تتغير إشارة الحدود التي بداخل الأقواس. إذا تعطينا ناقص 4 ناقص 7 زائد 1 على 6 ناقص 5 على 3، تعطينا ناقص 11 زائد نوحد مقامي العددين 1 على 6 وناقص 5 على 3. إذا المقام الموحد هو 6، إذا تبقى لدينا 1 لأن لم يتغير هنا المقام، بينما ناقص 5 في 2 لأن كانت لدينا 3، 3 في 2 هي 6، إذا سنضرب كذلك 5 في 2. إذا ليصبح الفرق ناقص 11 زائد 1 ناقص 5 في 2 على 6، إذا تعطينا ناقص 11 زائد 1 ناقص 10 على 6، تعطينا ناقص 11 زائد ناقص 9 على 6، يعني ناقص 11 زائد ناقص 3 على 2، اختزلنا ب3. ناقص 9 مقسومة على 3 هي 3، هي ناقص 3، و 6 مقسومة على 3 هي 2. إذا سيصبح لدينا ناقص 11 زائد ناقص 3 على 2. نوحد المقامين هنا، تعطينا ناقص 22 ناقص 3 على 2، هي ناقص 25 على 2. إذا العدد ناقص 25 على 2 هو فرق العددين ناقص 4 زائد 1 على 6 ناقص بين قوسين 7 زائد 5 على 3، إذا فهو عدد سالب، يعني هذا الفرق هو عدد سالب. وبالتالي فإن العدد ناقص 4 زائد 1 على 6 أصغر من 7 زائد 5 على 3، يعني أننا إذا جمعنا طرفي متفاوتة طرف بطرف سنحصل على متفاوتة بنفس الرمز، يعني نفس المنحة. يعني إذا كان لدينا A و B و C و D أعداد حقيقية، A أصغر من B و C أصغر من D، فإن A زائد C أصغر من B زائد D. Donc comme vous pouvez le remarquer, on a donné le nombre moins 4 plus 1 sur 6 et 7 plus 5 sur 3. On a trouvé que la différence elle est négative, donc moins 4 plus 1 sur 6 est inférieur à 7 plus 5 sur 3. D'où la somme moins 4 plus 1 sur 6 est inférieur à 7 plus 10 sur 6, c'est-à-dire 5 sur 3. A inférieur à B et C inférieur à D, alors A plus C est inférieur à B plus D. Maintenant, on passe à l'ordre et la multiplication. Alors, on donne l'exemple 2 sur 3 et 11 sur 5. On va comparer ces deux nombres en calculant leur différence. 11 sur 5 moins 2 sur 3 est égal à 11 fois 3 sur 5 fois 3. Moins 2 fois 5 sur 3 fois 5 est égal à 33 moins 10, le tout sur 15, c'est-à-dire 23 sur 15. Alors, 23 sur 15 est un nombre positif, c'est-à-dire que 11 sur 5 moins 2 sur 3 est un nombre positif, c'est-à-dire que 11 sur 5 est supérieur à 2 sur 3.
Maintenant, on va multiplier chaque nombre par le nombre racine de 6. Alors, on a 11 sur 5 fois racine de 6 et 2 sur 3 fois racine de 6. On calcule leur différence. On remarque que racine de 6 est un facteur commun. Donc, je factorise. J'aurai 11 sur 5 moins 2 sur 3 entre parenthèses fois racine de 6, c'est-à-dire 23 sur 15 racine de 6. Alors, le nombre 23 sur 15 est supérieur à 0 et racine carrée de 6 est supérieur à 0. Donc, le produit de deux nombres positifs est un nombre positif. C'est-à-dire que 23 sur 15 racine carrée de 6 est un nombre positif. Donc, la différence 11 sur 5 racine de 6 moins 2 sur 3 racine de 6 est un nombre positif, c'est-à-dire que 11 sur 5 racine carrée de 6 est supérieur à 2 racines, plutôt 2 sur 3 racine de carré de 6. C'est-à-dire que si on a A est inférieur à B et C est un nombre positif. Ici, on a multiplié par racine de 6 est un nombre positif. Donc A fois C est inférieur à B fois C. Même chose, la réciproque, si on a A fois C est inférieur à B fois C et C est positif, alors A est inférieur à B. Ici, les réciproques, je n'ai pas donné d'exemple. Si vous voulez, je peux faire une autre vidéo pour les réciproques. Vous pouvez laisser ça dans les commentaires. Maintenant, j'ai pris le même exemple. غادي ناخذ نفس المثال 2 على 3 و11 على 5 والان ساضرب في ناقص جذر مربع 3. عدد كيف هو سالب. اذا هنا غتلاحظوا ناقص جذر مربع 3 في 11 على 5 ناقص جذر مربع 3 في 2 على 3. ناقص جذر مربع 3 عامل مشترك وعامل تعطينا ناقص جذر مربع 3 في 11 ناقص 2 على 3. يعني ناقص جذر مربع 3 في 23 على 15. إذن العدد 23 على 15 عدد سالب وناقص جذر مربع 3 عدد عفوا قلت 23 على 15 عدد موجب وناقص جذر مربع 3 أصغر من صفر يعني عدد سالب. إذن لدينا عددين مختلفي الإشارة. إذن فجداؤهما هو عدد سالب يعني ناقص جذر مربع 3 في 23 على 15 عدد سالب أصغر من صفر. إذن الفرق ناقص جذر مربع 3 في 11 على 5 ناقص جذر مربع 3 في 2 على 3 عدد سالب يعني أن ناقص جذر مربع 3 في 11 على 5 أصغر من ناقص جذر مربع 3 في 2 على 3. إذا ضربنا الطرفي متفاوتة A أصغر من B في عدد سالب C سنحصل على A في C أكبر من B في C. إذا هنا كيتغير الرمز، كانت عندنا A أصغر من B غتولي A في C أكبر من B في C. إذا كان C سالب، وإذا كانت A أكبر من B مثلا وC دائما سالب، فإن A في C ستصبح أصغر من B في C، لأن العدد السالب كيغير الترتيب. الآن عندنا سنقارن، عندنا جدائين، عندنا عفوا عددين ومثلا 1 على 7 أصغر من 2 وعندنا 2 على 3 أصغر من 11 على 5. وجدنا سابقا أن 2 على 3 أصغر من 11 على 5 و1 على 7 هي 0.5 عدد مهم أصغر من العدد 2. إذا الآن سنحسب الجدائين 1 على 7 في 2 على 3 و2 على 2 في 11 على 5. إذا غنحسبوا فرقهما.
إذن 2 1 على 7 في 2 على 3 هي 2 على 21 ناقص 2 في 11 على 5 هي ناقص 22 على 5 إذن المقام الموحد هو 5 في 21 هي 105 إذن ستصبح لدينا 5 في 2 10 ناقص 22 في 21 هي 462 إذن الفرق يعطينا ناقص 452 على 105 فهو عدد سالب إذن الفرق عدد سالب إذن هذا يعني أن الجداء الأول 1 على 7 في 2 على 3 أصغر من 2 في 11 على 5 ولكن لاحظ أن الأعداد كلها عدد موجبة إذن فالترتيب لا يتغير يعني إذا ضربنا طرف بطرف A أصغر من B و C أصغر من D وضربنا A في C فسيبقى أصغر من B في D في الحالة التي يكون فيها الأعداد كلها موجبة أما إذا كان عندنا عدد سالب هنا كنعرفوا بأن عندما نضرب في عدد سالب كيتغير الترتيب إذن هنا ما كيمكنش نطبقوا هذه الخاصية ألوغ بوغ l'ordre et la multiplication, on a comparé deux nombres qui sont 2 sur 3 inférieur à 11 sur 5, on a multiplié par racine de 6 qui est un nombre positif, alors on a obtenu même ordre, 2 sur 3 racine de 6 est inférieur à 11 sur 5 fois racine de 6. Mais ici on a les mêmes nombres, 2 sur 3 inférieur à 11 sur 5, et on a multiplié par un nombre négatif qui est moins racine de 3, alors on a trouvé que moins racine de 3 sur 2 sur 3 est supérieur à moins racine de 3 fois 11 sur 5. Et ici, on a pris l'exemple 2 sur 3 est inférieur à 11 sur 5 et 1 sur 7 inférieur à 2. Quand on a multiplié membre par membre 1 sur 7 fois 2 sur 3, on a trouvé que c'est inférieur à 2 fois 11 sur 5. Mais on a remarqué ici que les nombres sont positifs. Donc, la propriété ici, ou bien la règle numéro 6, est valable pour les nombres positifs. A, B, C, D sont des nombres réels positifs. Si A est inférieur à B et C est inférieur à D, alors A fois C est inférieur à B fois D. Maintenant, on va passer à l'ordre et le carré. Alors, je vais considérer les deux nombres, 3 racines carrées de 5 et racine carrée de 46. سأعتبر الأعدادين 3 جذر مربع 5 وجذر مربع 46. إذن الترتيب المربع. إذن هنا لمقارنة هذه العددين ما يمكنش نحسب الفرق ستبقى جذر مربع 46 ناقص 3 جذر مربع 5 سيبقى هو هذا العدد إذن لا يمكن أن أقارن العددين باستعمال ترتيب هو الفرق نفس الشيء ترتيب الجمع ما عندي ما واضحش أنني يمكن أن أضيف عدد كذلك بالنسبة للضرب نفس الشيء إذن سأحسب مربعي العددين لأن إذا كان لدينا المربعين إذا حصلنا على ترتيب المربعين والعددين موجبين هنا يمكننا نقارنهم وكذلك إذا كان كلاهما سالبين ستكون المقارنة عكس العددين إذن جذر مربع 46 و 2 هي 46 alors on va calculer les carrés racine carrée de 46 au carré c'est 46 et racine carrée de 3 non plutôt le carré de 3 racine carrée de 5 est égal à 3 au carré fois racine carrée de 5 au carré est égal à 9 fois 5 c'est 45 3 جذر مربع 5 الكل أس 2 هي 3 أس 2 جذر مربع 5 أس 2 هي 9 في 5 هي 45 عندنا العددين هنا كلاهما موجبين ومربعيهما 46 أكبر من 45 إذن جذر مربع 46 أس 2 أكبر من جذر مربع 3
جدا مربع 5 الكل اسي 2 إذن يعني أن جدا المربع 46 أكبر من 3 جدا المربع 5 alors الخاصية المباشرة والعكسية أو بعددان حقيقيين موجبان إذا كان A أصغر من B فإن A أسي 2 أصغر من B أسي 2 وإذا كانت A أسي 2 أصغر من B أسي 2 فإن A أصغر من B Si on a A inférieur à B, alors leur carré, A au carré, est inférieur à B au carré. Et si A au carré est inférieur à B au carré, alors A est inférieur à B si les deux nombres sont positifs. Alors, on passera à la racine carrée. Idem, tartib ou jidr morba. Andna, لمقارنة عددين نحسب مربعيهما إذا جدر مربع 66 و 62 هي 66 راسين كاري دو 66 و كاري سي 66 راسين كاري دو 43 و كاري سي 43 جدر مربع 43 و 62 هي 43 إذا 66 أكبر من 43 جدر مربع 43 و جدر مربع 66 موجبين إذن جدر مربع 66 أكبر من جدر مربع 43 تطبيقا للخاصية السابقة إذن pour comparer ces deux nombres on a calculé leur carré et on remarque que 66 est supérieur à 43 et racine carrée de 43 et racine carrée de 66 sont deux nombres positifs alors racine carrée de 66 est supérieure à racine carrée de 43 إذا نفس الشيء إذا كان العددان حقيقيان موجبان فإذا كان A أصغر من B فهذا يعني أن جدر مربع A أصغر من جدر مربع B إذا كان جدر مربع A أصغر من جدر مربع B فإن A أصغر من B Si on a A inférieur à B alors racine carrée de A est inférieur à racine carrée de B et si racine carrée de A est inférieur à racine carrée de B alors on a A est inférieur à B نفس الشيء عندنا بالنسبة الآن الترتيب والمقلوب إذن غناخدو مثال واحد على اثنان وواحد على جدر مربع خمسة عندنا هنا بسرعة غادي نقارن بين اثنان وجدر مربع خمسة عندنا اثنان أسي اثنان هي أربعة وجدر مربع 5 أسي 2 هي 5 إذا 4 أصغر من 5 وعندنا 2 موجب وجدر مربع 5 موجب إذا 2 أصغر من جدر مربع 5 يعني أن 2 ناقص جدر مربع 5 أصغر من عدد من 0 يعني أن المقابل جدر مربع 5 ناقص 2 عدد موجب إذا نحسب فرق العددين 1 على 2 وناقص 1 على جدر مربع 5 فهي تساوي جدر مربع 5 ناقص 2 على 2 جدر مربع 5 إذا عندنا جدر مربع 5 ناقص 2 موجب يعني البسط وجدر مربع 5 موجب و2 موجب يعني المقام اللي هو 2 جدر مربع 5 موجب خارج عددين موجبين وعدد موجب إذا الفرق جدر مربع 5 ناقص 2 على 2 جدر مربع 5 عدد موجب وبالتالي فإن 1 على 2 أصغر من 1 على جدر مربع 5 إذا هنا في المقلوب يتغير الرمز أو الترتيب 2 أصغر من جدر مربع 5 يعني أن 1 على 2 أكبر من 1 على جدر مربع 5 alors ici on remarque qu'on a 2 est inférieur à racine carrée de 5 après le calcul de la différence et l'étude du signe on a trouvé que 1 sur 2 est supérieur à 1 sur racine de 5 c'est à dire si on a les deux nombres sont positifs et A est inférieur à B alors 1 sur A est supérieur à 1 sur B même chose pour la réciproque يعني القاعدة العكسية إذا كان A و B عددان حقيقيان موجبان وواحد على A أصغر من واحد على B فإن A أكبر من B والآن
تكون آخر فقرة في هذا الدرس وهي التقطيع، وسنستعمل جميع الخاصيات التي استعملناها في هذا أو قدمناها في هذا الدرس. إذن تعطين الفقرة وهي التقطيع. إذن أعرف بما معنى ذلك. مثلا 14 محصورة بين ناقص 9.8 و 37، يعني أن العدد 14 يوجد بين العددين ناقص 9.8 و 37. يمكن أن أعطي عدة تقطيرات لهذا العدد، يعني سأحصره بين عددين ونقول أنه محصور بين هذين العددين. مثلا كذلك 14 محصورة بين 13 و 15، هناك عدة تقطيرات. إذن كل كتابة على هذا الشكل تسمى تقطيرا للعدد 14. إذا كان لدينا A و B و X أعداد حقيقية بحيث A أصغر من B، يجب أن يكون مثلا هنا ناقص 9.8 أصغر من 37، يعني العددين الذي نحصر بهما العدد يكون العدد الأول أصغر من العدد الثاني طبعا. وملاحظة أخرى، فنستعمل دائما الرمز أصغر من أو يساوي أو أصغر من قطعة، لا نستعمل أكبر، لأن الأعداد تكون مرتبة ترتيبا تزايديا. ناقص 9.8 أصغر من 14 أصغر من 37. إذن X محصورة بين A و B تسمى تقطيرا للعدد X. Alors j'ai pris l'exemple 14 est compris entre moins 9,8 et 37. Je peux donner 14 est compris entre 12 et 16. Alors ça s'appelle l'encadrement du nombre 14. Alors, si on a en général A, B et X des nombres réels tels que A est strictement inférieur à B, et j'insiste strictement inférieur à B, parce que quand on donne un encadrement, les nombres sont rangés dans l'ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand. Comme vous pouvez le remarquer, moins 9,8 est inférieur à 14, inférieur à 37. Alors, maintenant, on va appliquer tous les résultats du cours qu'on a vu ici dans cette application. إذن سأطبق ما رأيناه سابقا في الدرس لإيجاد تقطير هذا التعبير. Alors j'ai pris y il est compris entre 1 et 2 et x compris entre 9 et 36. كما ترون y محصورة بين العددين 1 و 2 و 9 محصورة عفوا x محصورة بين 9 و 36. إذن هنا اللي خصكم تلاحظوه هو أن مني كناخد Y مثلا محصورة بين 1 و 2 سأطبق على المتفاوتة 1 أصغر من Y ما رأيناه، وكذلك Y أصغر من 2 كل ما رأيناه في الدرس. إذن من أجل ذلك غيكون عندنا تطبيق لما رأيناه في الدرس بأكمله. إذن التعبير هو جذر مربع x ناقص 3y الكل على 3. إذن سأبدأ بتقطير جذر مربع x وناقص 3y. إذن لدينا y محصورة بين 1 و 2، إذن ناقص y محصورة بين ناقص 2 وناقص 1. عندما أضرب في ناقص 1 يتغير الترتيب، لأن تصبح ناقص 2 أصغر من ناقص Y وناقص Y أصغر من ناقص 1. إذن هذا يعني أن ناقص Y محصورة بين ناقص 2 وناقص 1. يعني نضرب الآن في 3 ناقص 3 Y. إذن عندنا تقطير ناقص Y، نضرب جميع الأطراف في 3
ثلاثة موجب لن يتغير الترتيب. إذا غتبقى عندنا ناقص ثلاثة y محصورة بين ناقص ثلاثة في اثنان وناقص ثلاثة في واحد، يعني أنها محصورة بين ناقص ستة وناقص ثلاثة. الآن عندنا x محصورة بين تسعة وستة وثلاثون، يعني أن x عدد موجب محصور بين عددين موجبين فهو عدد موجب. إذن الأعداد كلها موجبة، نؤطر جذر مربع هذا العدد x. إذن فهو محصور بين جذر مربع تسعة وجذر مربع ستة وثلاثون. إذن جذر مربع x محصورة بين جذر مربع ثلاثة أس اثنان وجذر مربع ستة أس اثنان، يعني أن جذر مربع x محصورة بين ثلاثة وستة. الآن نجمع طرف بطرف. x عفوا جذر مربع x ناقص ثلاثة y فهي محصورة بين ناقص ستة زائد ثلاثة وستة ناقص ثلاثة، يعني فهي محصورة بين ناقص ثلاثة وثلاثة. نقسم على ثلاثة أو نضرب في واحد على ثلاثة تعطينا جذر مربع x ناقص ثلاثة y على ثلاثة محصورة بين ناقص ثلاثة على ثلاثة وثلاثة على ثلاثة، يعني أن محصورة بين ناقص واحد وواحد. إذن بهذا أكون قد أنهيت جميع فقرات هذا الدرس. أتمنى أن تستفيدوا من هذا الفيديو. لن أطيل عليكم وأعيد البارتاج والاشتراك في القناة. مرحبا بكم، واتركوا الإعجاب والتعليقات البناءة والتساؤلات، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح، وبالأخص أنتم مقبلون في هذه الأيام على الفرض الثاني. إذن المزيد من العطاء، وشكرا للجميع.